السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الاحتفال بعيد الفطر المبارك. نتحدث اليوم الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك 1442 هجرية، وهذا هو له وفرحة أطفال الريف. كل عام والجميع بخير. اليوم 14 مايو 2021. يبقى وسط هذه الطبيعة هذا هو له وفرحة أبناء الريف. بالطبع هذه هي الأرجوحة أو ما يتيسر لأطفال الريف. هذه أشكال مختلفة من الأرجوحات، وهذه الزحليقة كما نقول. هذه الزحليقة، الأطفال يلهون ويفرحون. إذن هذا توثيق لفرحة الأطفال في العيد، أو هذا هو ما يتيسر لأطفال الريف، أو أقصى ما يتيسر لأطفال الريف. كل عام والجميع بخير. الآن نحن مقبلون على فترة العصاري، والكل يفرح والكل سعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما نشاهد الأطفال طبعا بالطبع الكل يلبس الملابس الجديدة، الكل يستمتع بهذه الطبيعة وهذا الجو الجميل وقت العصاري. انت هتديك كان حقيقي؟ هتنشر جميلة ازاي؟ لا انا عايزين نسأل الحاجات الرقيقة الصغننة دي. جميل والله، ايه جميل. كل سنة وانتم طيبين كلكم. انت طيب. كل عام والجميع بخير. وسط هذه الخضرة وسط الطبيعة هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.